درتي بالعواد العشب؟ لا لا انت يا مريم جبرتاشي جبرت على وحده السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير، امركم هنيه، يا ربي تكونوا مزيانين وبخير. المهم فيديو جديد ونهار جديد. صراحه عبد الواحد قال لي باش مرت سلمى ما طيب باش مرت هذا الشتاء باش مرت هذا كل في الدنيا. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. تحيه المغاربه ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن، خواتنا الجزائريين تحياتنا لكم. يلا جمجموا الفيديو بجيم وجمجموا لا تخمموا ومرحبا بكم اليوم مع سلمى. الشماليين غيعرفوا هذا بيبو، حنا كنقولوا رايش وطنجه وتيتو داكشي كنصاوبوا بزاف المدن ديالنا، حنا كنقولوا له بيبو في الجبل ديالنا، الناس ديال المدينه كيقولوا له غولال. المهم هذا كما شفتوا اخوتي بيتو في الطحين بالزرة، عملت واحد البلاط طحين بالزرة دابا خصو الغساله مزيان اييه ويتو الحك وهيدا حطه فوق النار، اذا هو كيكون شويه خصو الغسالة، خصهم غسالة. الناس شحال هذي قابلة، كانوا الناس كيمرضوا على العجاج، اللوبيات، الدوارة، دابا المرأة مرضنا على القرش، خصني القرش من البحر. وقلت نجيبوا لي طايب ما كرهتوش، ولكن قال لي لا هذاك ما صالحش، سقص الناس. ها هذاك اللي هذاك فاش نقولوا له فيه العشب، ما مزيانش. المهم سلمى بدا عدلو بالماء والملح، هذا الشيء اللي كاين. ها. صافي شفتيه؟ ها. المهم حنا خصنا نشوفوا لا لا لا. ونعملو له غير ملاح وصافي، ولا كان شويه د النعناع وشي قشر د الليتشي. ومن نعملو ان شاء الله يا ربي فوق الكانون، رايل الكانون نعملوه فوق منه والديابه ونقيوه في الديابه. هو كيكون فيه بزاف الاعشاب، ولكن قال لك عملو غير انا ما عنديش اصلا ماليش النعناع، ما بنعملو لا اعشاب لا والو، باش حنا لان انتينا امراه حامله ما داك الشيء ماشي في الصالح. الناس اللي في الناس اللي مثلا ما عاديا بارد بارد تقيوه ليكم ماشي مزيان ديك الماء للاتشينا. هذا غا طحين والماء، هذا طحين شفتو. المهم هيدا سلمى نوريها واحد اللعيبه هيا صراحة هنا ندور هنايا، هادي فارت واحد ثلاثة البويضات تبارك الله، هادي ها الجويجة واحد الجويجة. أنا كان عندي مخبع، أنا كنت عارف الدجاج هذول تما خبعتهم عليا ساعتي جبرتهم أنا جدًا تسريت عليا وجبرتهم. حطي انتينا حضمة حضمة هي فقص فلالس، عن حضمة المشاهدين فقص فلالس إن شاء الله يا ربي. هو خصو يفطر بها مبلدين؟ أنا يما نقول لك شكون خصو يفطر بها مزيد الحينش جا أنا وزيد أنا وزيد شالعي شا شكون يجلس البرطو يجلس ها سلمى في الدار اش فوق أنت تخرج؟ أنا سلم بالبيت ها أنت نخرج يلا خرج ما نخرج ها نخرج لك شي من الدار هذا نخرجوا يما تخرج أنت تخرج ها سلمى ما تخرجش هاك مسكينة عند بنتي شاك عند فاطمه بنت حقا جاوب على واحد السؤال قالوا لي قالوا لي واش العجوزه ديالها سلمى ساكنه معها انا اخوتي العجوزه ديالي ساكنه مع ولادها كاملين هذا مشي لعند ابنه اللي في تطوان هذا جلس معها هذا مشي عند ابنه اللي في الرمان كذا جلس معها جي لعندنا بالحق انا اكثر يا جلس معايا انا ولكن كذا مشي كذا خروج عند ولادها دابا مشات عند بنتها دابا جوز معها شي ثلاث ايام ولا ها تعال اجبا تبارك الله شوف تجيب عند روحي العواد باقي التومة تبارك الله تاع الدنبت Thank you.
شو قلت يا سلمى؟ قلت لها الكومه ما صغبتهاش. طيب لا نبتت شحال ذنبت يعني؟ طاغية ذنبت. تجيب العواد. نحيدها يا سيدي. لا لا خلها خلها. لا نحيدها نحيدها. باش لانها نبتات. شفتوا ما قلت لي نبتات؟ حيد لها هذا الشطر. هاي هذا نبت واقيلا على 10 ايام. على روحكم نبات. دابا ما يجيو لينا لا دجاج لا والو. لا دابا واخا تجي ما عندها ما ياكل. فهمتي؟ حيتاش نبتت. شوف ما يكون في الماء هذيك اللي ناكل عاد. والله إلا الدنيا زيانت. زراقات أو خضارات؟ خضارات ولا زراقات؟ شنو يا سهل؟ الدنيا. الدنيا زراقات وخضارات، خضارات. يوم الرابع ايه الوقت ديوم الربع كيفاش يكون؟ هذا هو ماشي يوم الربع. شهر رابعة احسن اوقات يوم الربع ما شهر رابعة. يا برنيا ما غش يقيه دابا هذا كامل عندها انا نحمي به في الفرن تا حاجة ما تبقى. والله يعطيك الصحة الفلاح نبسات التومة. هاكي من قد بطاطا ان شاء الله يوصل. عرفتي شنو خصها تقيلي؟ اشتهيت عليك واحد الحاجه خصها تقيه. شنو هي؟ بصال. بصله غدا تجيبها. بصله خضر هي قيها رافعه فوق. كما تمي. قيها شويه على الشلاطه. يلا كيب. شعلته؟ دابا الحرارة تبارك الله غير تشعمة. لا شوف لا دابا تشوي الكوا غير قيلا شي قرموطة غلا راهو تشبروها بعدا. لا هذا غلي بديك الشبكة لي شاط. يلا جيب ديابة نزلاتها. يلا يا الله اغلي مع راسك اخو قرقر. ها نقول له شكلي اغلي باقي برا. سالما قالت لي باقي برا. قلت لها ضروري يكون باقي برا حيتاش باقي لا يموت حتى يطيب. يروح باقي حي. العشب لا الليمون. ها الليمون هايدا ليمون مزيان عبد الواحد. الليمون مزيان ماشي غنغليوها في الروح نشربها. وتحيه لسعيده قناه سعيده الجبليه هي اللي سردت لي هذا غلال. تحيه لي لك اختي بزاف وصراحه الله ينجح لك القناه ديالها يا ربي يا الحبيب امين. انا دعيت معك اختي صراحه هي اللي سردته لي من طنجه حتى لهنايا. هذني احمد حتى لهنايا بزاف ديال الناس قالوا لي ما كاين اللي قال لي ما جبرناش كاين اللي قال لي البلاصه ديالو مشدوده كاين. ولكن كنشكرا بزاف على المحاولة كاملة كنشكرو بزاف وسعيدة كثر. أنت يا مريم سيدي لي كمال. ها؟ نشرب منها القناينة الكي الجراوي حشيب. شوف كنصب نملم بالصابون حجرة وأتشي باش ما يوصلوها ململنا خرام أولا شي حاجة ما يعملوش بحساسية. الصابون حجرة مزيان بزاف يلعبوا بها ضروري الحاجه في اللعب الغساله هذه ضروري. كي نربق شعري نشوف باق هامونيكو هابنو كلشي عند ولادو صافي. يلا نديرو مرة دار نصغبو ديك الهادي. يلا هالبلومبي الله يعطيك الصحة. بلومبيتي ولا أنا؟ اللي قلت خدام فيا أنا. شوف هادي اللي كدخلنا الماء للدار مشكلة معاها كبقى هامي هانا نفسنا.
دابا خصو إزيرة. قطع شوية من اتجاه آخر، ماشي من هنا. هو ماشي شوية بزاف. لا شنو دابا تعاود عاوديك الشغل صافي قطعات، ما يقطرش مراه كيقطر. نعرفو من يقطر، من هذا اللي يدخل بزيرو. نضيف عا شوية بعد ما بدا يغلي شوكه زعما افضل، غنعمل له شويه دالملح. تيبدا يغلي فداش ما تاني غتخلطو صحتي تاع الناس. واش بغيتو كيقولو تيبدا يغلي حرام للملح. ماريا اه هاي ما فاتش تاعي انا، فين كنت برا هالبار شافك فيها من الهواء فين ما برا تغلي. ها شفتو؟ لا هذيك شعلها هذنا، انت خلي المغرب. صافي. بسم الله. يا بقايات. كريف هاج ما روجي خرج له حاجة البطاطا هنا. صافي نزلت عيطة. انا طيت مشي الخبيزه تما عندك سلوفه عندك هذه الجباد راه الجباد عندك البرد 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 عندك شابارد شين عندك شي لابنيوم لامنيو وهذيك هي البطاطا هذيك خصم اصلا هي الكوتيم خليهم حتى هنايا حنا نتوما هما طابو اولا شتيني دير البطاطا اه تا دخلنا اه الله يلاه هما كتجيبهم هاي ها واحد ثقيل قز جوج يا اخرى لا ما كاش يداها زيت هذا بدي لك زيت دور 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 زيت ثانية ويلي تخيل البطاطا جبرتها شي جبرتها وحده هي وحده كبيره هاي 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 كبيره لا باقا وحده كبيره راي راي فني هاي تشو لا ده انت يا هذه بطاطا دي يقول ترى هنا اه ما ها هاي وحده شتها هاي لا هاي هاي هذيك ما جبتها كيف رجعت والله الا نسيت راح ترقد شي شويه مالو هي هذه صافي بقى معاش ويا ويلو ويهم سالو في لامنيو كاشي عندي كنت بالو ويهم جبرتو وانا شحال عطو يلا البطاطا هذي والو حي هذي والو هذي هاي هاي انتي حاجة نقول لها يا انتي هنا هذي زينة هذي باقا زينة تشاو اروح طبيصة لها زي هاي هاي ها صافي شبرا العجل شبرا العجل بدخل المجمع ها مريم بس خلنا له ولا ما هو دي مشكل في حاملك هذا الليمون تلقى الريحه واعره يا هذه هي قال شنو قال غلا اللي جيب فاتي ها قصدي دابا بابا صافي جبت لي صافي تقول لي وما بين والله ما انت قال لي سيري جي جي واحد تقول لي قال لك انت خصك دابا تبدا تسمع ها حتى هذا من جديد لا هذا من باقي الثاني صوت نايه مريم اجي غولا با ها ايه كنت الرد هذا مالي القدره جبناها قبل بس غنمشي الفلوس ازاي طيب باي بان كل شيء بيض طاف
كان داك الشيء ديالو. الحيط طيب انا بيض. طاوق الناس التصويره. واخا الحق والو اخرى تهزات لي عبد الواحد. شنو هي؟ بطاطا اخرى. الناس خصها تشويها ويكون مالق معاهم. شنو عطيت لك كمون؟ إذا شنو خصها؟ فنيته؟ لا. خصك ولا؟ يلا دراهم على صغر. قلم جمجم ولا تخميمو؟ جمجم ولا تخميمو. قلم أنا أحبكم. أنا أحبكم. صاف. الجمار. أه. هنا حليب. كيف جاكم زيون؟ حمق اي حمق زيد اي حاجه ولا حمق عرفتي انا معنا فلوس الفنيه الفنيته انتما قيلوا دائما في بيدها يدك كنصبروا نقيلوها صح صحيح قيلوايتي يعطيك الصحه هذا الحم جرب قلبي والله الله يرحم والديك سعيده تحيه لختي سعيده مسكينه وسبحان الله دين نسمة دمعة في يافا على الكانو شي حاجة أول مرة يا لا أول مرة طيب وفقا الكانو أنا نسان سنكلوها في المدينة اللي صبرتو كولو شقوة بلا تشو شبر يدا وجبدو هايدا ها أنا هايد أحد هي صوت كم مش ما قابل بها قي خذي ألقي اللي حبت ميك هايدا يا صح ونفتح كيف شاطين انتو؟ اه يا عجبها يلا كل صح كل يعطيك ابو كاين اللي داخل يلا اخوتي سلام عليكم هما كاين اللي داخل جوز بابا هو كولو يلا اخوتي وصلنا لهنا لنهاية الفيديو كنتمنى من الله يعجبكم الفيديو شكرا على التعاليق المزيونين ديالكم في الفيديو السابق لانكم قبلتوا الاقتدار ديالنا والله الا شكرا لكم بزاف وتحياتنا لكم كما قلنا لكم شكرا لكم بزاف ننتظر ان شاء الله يا ربي الفيديو اللي غادي يكون ان شاء الله دبيت النعاس هاد مريم ود هدايا يلا السلام عليكم